نبدأ ريكوردينج، واللي فاضل ان احنا هنشوف شوية حاجات من اللي احنا سبناها في البيت وايز اوبريشنز. بس قبل ما ابدأ، الحاجات اللي فوق ديت واضحة ومفهومة؟ حليتوا عليها يعني؟ بصيتوا على الفيديوهات والمصادر الموجودة ولا لا؟ هل محتاج اراجع على حاجة هنا؟ ممكن ايه ممكن ارجع عليها قبل ما ابدأ، ولا كله واضح؟ يا شباب بالنسبة لي تمام. حلو. أيمن الدنيا تمام معاك؟ وأنا لسه يوم في الأسبوع ده، بس عندي عمل وعملي وشفا والكلام ده، ممكن هل انت كنت حاضر المره اللي فاتت يعني، بس ممكن فصلت معانا في النص المره اللي فاتت. بس هل الحاجات ديت محتاجه اراجع على حاجه فيها؟ لو في حاجه ممكن ارجعها. تمام. الجزء الاخير ده بتاع الكومباينتوركس او الكومباينيشنز؟ لا، باور اوف تايم شيفت. تمام. هحاول ان اجيب الجزء الاخير ده، والباقي ممكن في الشرح اللي فاضل ده هيوضح اكتر. الجزء الاخير ده تاني بتاع الكومباينتوريكس. دلوقتي لو احنا جينا نرسم التروث تيبل، واظن ان احنا خدنا تروث تيبل في الكليه، التروث تيبل بتاع من واحد لسبعه، من واحد لحد السبعه، هنقول ان هنقول صفر واحد صفر واحد. اللي مش عارف بنملى ده ازاي، شوف بس راقبني كده وانا بعمل. صفر واحد صفر واحد، احنا عايزين 8، وبعدين صفر واحد صفر واحد كمان، هنعمل صفرين واحدين صفرين واحدين، اربع اصفار اربع واحد، بس كده. ده كده المطلوب. وهتلاحظ احنا ماشيين باور 2 هنا، 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس 3 وهكذا. بعد كده تبقى 8 اصفار 8 واحد، وتفضل تكرر على كده. ده من الواضح يعني، واضح جدا ان ده صفر يوازي الصفر في النظام العشري البيس 10، وده البيس 2. تمام. البيز هنلاحظ برضو هنلاحظ برضو ان ده فين فين فين. تمام. هنلاحظ ان ده واحد. ليه واحد صفر صفر؟ اكيد ده واحد، بس ده لو جينا نحوله هتلاقي ان هو اتنين. لو جيت تحوله اتنين او واحد في اتنين اس واحد، وهكذا. واحد في اتنين اس واحد زائد واحد في اتنين اس صفر، لو جينا نحوله هتلاقيه تلاتة. وفي ناس على فكره بتبقى حافظه 3 بالباينري، هو حافظها كده من كتر ان هو عدى عليها عارف على طول. 7 7 ديت 3 وحايد، الستة عارف انها شكلها كده. وهتلاحظ برضو ان الستة والتلاتة الفرق ما بينهم صفر في البدايه. الستة والتلاتة الفرق ما بينهم صفر في البدايه. ليه؟ لان انا لما بحرك كل الوحايد او شفت ناحيه الشمال، انا بزود كل واحد من الوحايد بزود الخانه بتاعته بواحد. مثلا ادي كده، ده كده 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2 2 اس ايه؟ ده كده مين؟ التلاتة الستة. الفكرة ان الصفر بقى واحد، والواحد هيبقى اتنين، والاتنين هيبقى تلاتة، لان انا بشفت. ده اللي بيحصل فعلا، انا بشفت بالطريقة دي كده. كل خانة في المكان بتاعها بتزيد واحد في الأس. ممكن ناخد الزيادة دي عامل مشترك، ففي النهاية كأنك ضربت في اتنين. ممكن تاخد الزيادة دي عامل مشترك، اللي هي 2 اس 1 زائد 2 اس 2. لو خدت 2 عامل مشترك من الموضوع ده هتلاقي ان هي 2 مضروبه في 2 اس 1 2 اس 0. هترجع تاني التشفيته، كان التشفيته اللي ناحيه الشمال دي كانك خدت او ضربت في 2، كانك ضربت في 2. وهنلاحظ برضو الموضوع ان هي 10 زائد 100 10 زائد 100. لو خدت ال 10 عامل مشترك هتلاقي 10 مضروبه في 1 زائد 10. خد ال 10 عامل مشترك، فهتلاقي ان الخانات برضو زادت واحد. لو خدت البيز عامل مشترك هترجعهم تاني. التشفيته صفر، يعني دلوقتي 2 23 مثلا، شفتها ناحيه الشمال بقت 230. التشفيته ناحيه الشمال معناها ضربت في 10. طب تشفيته كمان مره كده، ضربت في 100، ضربت في 1000، ضربت وهكذا، ضربت في 2 اس عدد التشفيتات او عدد الاصفار اللي الناحيه اليمين، اللي هي التريلينج، بيسموها تريلينج زيروز. تريلينج زيرو. تمام. نرجع تاني للكلام اللي هنا. احنا عايزين نطلع بقى من الحوار ده بايه، اللي هو
هنلاحظ ان هنا مفيش اي حاجه فيها واحد، كلهم صفار. هنا في واحد بس، الواحد الاولاني بس هو اللي موجود. طب انا عايز مكان في الواحد التاني بس هو اللي موجود، وعايز الواحد الاول بس هو اللي موجود، تمام، وعايز الواحد الاخير بس هو اللي موجود، وعايز مره من غير اي واحد خالص، وعايز هقول لكم ده ايه في النهايه. دلوقتي هقول لكم ده ايه، دي كده مجموعه برضو، وعايز كمان مجموعه فيها واحدين بس. دي كده كل المجموعات اللي ممكن نجيبها اللي فيها واحدين بس، وعايز مجموعه فيها ثلاث وحيد. اللي بيحصل ده ايه؟ هتلاحظ ان هم الثمان احتمالات بتاعتنا دول ثمانيه، من واحد من صفر قصدي من صفر لسبعه، من صفر لسبعه، فده هيخلينا ثمان احتمالات، من صفر لسبعه ثمان احتمالات. الثمان احتمالات هم اللي هنا بالظبط، بس في ترتيب، اختلاف ترتيب بس. يعني هنلاحظ ان الصفر هنا، الواحد هنا، معلش على كثره الشخبطه، لكن اظن الدنيا واضحه. الاثنين هنا، ده موجود هنا كده، هتلاحظ ان بدات تختلف شويه، ده كده موجود هنا، ده موجود هنا، ده موجود هنا، ده موجود هنا. هنلاحظ ان مش شرط يكونوا بالترتيب، يعني المجموعه اللي فيها واحد بس اللي موجود والباقي صفار، مش شرط يكونوا موجودين ورا بعض هنا بالظبط، لان ده واحد، ده اتنين، بس ده اربعه، في ما بينهم ثلاثه. فين الثلاثه؟ وبعدها هتبقى ثمانيه، لو زودنا شويه هتبقى ثمانيه. ما بينهم كام رقم؟ ما بينهم خمسه وسته وسبعه وسبعه، ثلاث ارقام مش موجودين. احنا كان في رقم واحد بس اللي اتبدل بالشكل ده كده، رقم واحد بس اللي اتبدل، فهتلاقي ان في تبديله واحده هنا، لكن لما نزود هتلاقي التبديلات بدات تكتر. اللي انا عايز اقوله في النهايه ان العد من صفر لحد 2 اس 3 ناقص 1، يعني بالظبط من 0 لحد 7 اللي هي 3 بيتس 3 بيتس، تمام كده. ممكن من خلاله تجيب او تعدي على كل الارقام اللي فيها رقم او بت واحد بس ولا واحد، 1 بت، البت كاونت، مش من غير ما اكتبها. انا اظن الكلام واضح، يعني هنا المجموعه دي فيها اللي فيها بس واحد بس، دي المجموعه اللي فيها وحدين، دي المجموعه اللي فيها ثلاث وحايد. وكل ما نزود هنلاقي ان احنا لو عدينا من صفر لحد ثلاثه، شوف انت عايز توصل لاخرك فين، من صفر لحد ثلاثه انت عايز تختار او تلاقي من صفر ل اربع وحايد، عايز تختار اربع وحايد. لو عايزين نزود يبقى من صفر 2 اس 4 ناقص 1، من صفر ل 15 يعني في الحاله دي. هتلاقي نفسك عديت على كل الاحتمالات الممكنه. ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا في حاجه اسمها كومباينتوركس، اللي هو لو انا استعملت الواحد صفر واحد اللي هو هنا ده، ليعبر عن ان معانا ثلاث اشخاص بالشكل ده كده، مش عارف برسمهم ازاي، بس خلينا نقول كده، تمام، ان انا بختار ما بين ثلاث اشخاص. الواحد، وجود الواحد هنا معناه ان الشخص ده انا اخترته، ده اخترته، وجود الواحد ده معناه انا اخترت الشخص ده. هل في احتمالات تانية او عدد تاني من الاحتمالات اللي ممكن اختار منهم شخص واحد، او مختار شخصين، او اختار ثلاث اشخاص، او اختار اربع اشخاص لو موجودين؟ انا عايز كل تعدي لي على كل الاحتمالات الممكنه لاختيار شخص، اختيار شخصين، اختيار ثلاث اشخاص، ما تختارش حد خالص، اختار اربعه كلهم. علشان تعمل كده هتمشي من الصفر لحد 2 اس 4 ناقص 1 علشان تعدل كل الاحتمالات. وجود الواحد معناه اختياره، ومعناه اختياره عدم وجود الواحد او وجود صفر معناه انا ما اخترتوش، ده كده ما اخترتوش. وكل ما تزود واحد هنزود واحد هنكريمنت، هيبقى كده معناه كده انا اخترت ده كمان، هنزود واحد فهتبقى كده. فهنرجع تاني نقول ده لا وده لا، وهرجع اختار ده، ونفضل مزودين لحد ما نوصل لكلهم وحيد، معناه اخترتهم كلهم. انا بادئ ان انا ما اخترتش حد، وصلت ان انا اخترتهم كلهم. ده كده فائده الكومبيناتوركس، ان انا عايز اعدي على احتمالات الاختيار ما بين مجموعه من الاشخاص. فعلشان تعمل كده تمشي من الصفر لاتنين لحد، من الصفر لحد اتنين اس العدد بتاعك ناقص واحد. انت عايز تختار ما بين كام؟ الكلام ده على فكره انا كنت مره عديت على مساله، ف يعني انا لما جيت افكر في حل قلت انا عايز اختار. وانا عارف برضو في البايثون حاجه ممكن تختار مباشره، في داله ممكن تخلي لك تختار
الاعداد اللي انت عايزها، بس الكلام ده مش متاح في البايثون. فقلت ايه، طب ما انا ممكن فعلا هم بس 20 شخص، ممكن امشي من 0 ل 22 عادي، لان 2 اس 20 لو جينا نحسبها 2 اس 20 ناقص 1 هتلاقي ان هي رقم عادي يعني، ممكن في المتناول، اللي هو مليون يدوبك مليون. حلو، فمليون ده عادي الكود هيعدي وهيعدي سريع. فقلت ما نمشي، طالما انا اختار ما بين 20 امشي من 0 ل 22، وجود الواحد يعبر عن اختياره، وعدم وجوده يعبر عن عدم اختياره، اللي هو وجود الصفر يعبر عن عدم اختياره. فالحاجه دي ممكن انت اصلا تكون ابتكرتها وانت بتحل بعض المسائل من غير ما حد يقولها لك. لو انت ما حصلش ده معاك، يبقى دلوقتي عرفت معلومه ممكن تفيدك في نوع ده من المسائل. ال 2 اس مود 2 اس كي معناه ايه الكلام ده؟ لو جينا هنا ل وليكن خلينا لحد 4 بتات بس، يعني انا عايز ده كده الرقم ده. حد يعرف يقول لي الرقم ده كام من غير ما يضرب 1 في 2 اس 3، 1 في 2 اس، او 1 في 2 اس 2، 1 في 2 اس 3، من غير ما يحسبها بالضرب والجمع والقيم المكانيه دي يحسبها. طب ادي لك انت احسبها بالتشفيت، اضرب كام في كام، 2 في كام، مش 2 كده، المفروض اضرب رقم في 2 اس حاجه علشان احسبها مباشره، يعني الحاجه زي كده ممكن اقول ان هي 12 من غير ما احسب، من غير ما احول. 12 ليه؟ دي 3 ودي تشفيتها دي بقيمه 2 اس 4، يبقى 2 او 2 اس 2 قصدي، صفرين، فال 3 في 4 ب 12، ده 12 من غير ما نحسب. حلو. طب نزود، هيبقى كده يعني ده كده 12، ده كده مين 13، ده كده مين 14، تمام. واكيد مش عارف انا ايه اللي خلاني امشي بالزاويه دي كده، زاويه سالب 45، ما علينا. ده كده ال 15. حلو، ده كده ال 15، زود على كده ايه اللي هيحصل؟ 15 بعد 15 16 صح؟ طب زود هتلاقي ان دي صفرت. هتقول انت بتلعب معايا، طب ما انا عارف الكلام ده. طب اقول لك لا، لسه هوصل لك المعلومه مهمه دلوقتي. طب زود كمان، بقت دي 17 صح، ودي بقت ايه 18. لا المفروض ده ال 18، بس احنا عايزين نزود واحد الاول. المفروض لحظه واحده، المفروض ده 16، ده 17، ده 18 فعلا مظبوط. انا بقول ايه اللي حصل دلوقتي، 0 0 1، ده كده 18. حاول دلوقتي تلاحظ حاجة معينة، ايه هي اللي احنا لاحظناه؟ ان الجزء اللي هنا ده لو عايزين نعد بس الجزء ده، الجزء ده بس احسبه لي كده، الجزء ده هنا بصفر، خلينا نحسبه بصفر، الجزء ده هنا بواحد، الجزء ده هنا باتنين، ولو قعدنا نزود لحد ما كلهم بقوا وحيد، الجزء ده هنا ب15، بس الرقم ده على بعضه اسمه 31. حلو، الجزء ده ب15، زود كمان هتلاقي صفرت، تمام. بس هنا بقى فيه واحد، بقى هنا في صفر واحد تاني، ممكن هنا يكون في اي ارقام، يعني هنا ممكن يكون في اي ارقام عشوائيه مش فارقه، وهنا مصفره. ده يعبر لنا عن ايه؟ وجود اصفار هنا، معناها 2 وجود اصفار هنا، حتى لو في اصفار زياده، لو في كان في اصفار زياده زي ده كده، معناها على الاقل مضروبه في 2 اس 16، مضروبه في 2 اس 4، على الاقل الرقم اللي هنا ده سواء كان في اصفار هنا ولا لا مضروب في 2 اس 4. 2 اس 4 معناها تشفيت، طالما في 4 اصفار معناها ضرب في 2 اس 4، الرقم مضروب في 2 اس 4. وجود اي حاجه زياده هنا هتبقى زياده على 2 اس 4 زائد حاجه ثانيه، زائد مثلا 3 علشان تخلي دوب واحدين زائد 3. طب المودلس لما كنا بنقول مود حاجه، لو قلت مود 2 اس 4 الجزء ده هيلتغي، اي حاجه اي اكس مضروبه في 2 اس 4، اي اكس مضروبه في 2 اس 4 مقابل التشفيت ده الجزء ده هيلتغي، لانه مالتيبل اوف المود، مالتيبل في المود. هيفضل معانا مين؟ الجزء اللي في الاول ده بس. نرجع تاني للي كان هنا، لو قلنا الرقم اللي هنا 17 دي مد 2 اس 4 اللي هي 16 ب 1، 17 مد 16 ب 1، 18 مد 16 ب 2،
31 مد 16 ب 15. هتلاحظ ان الجزء اللي في الاول ده يعبر عن العدد الاساسي، العدد الاساسي اللي هو كان باينري نمبر بتاعك، الباينري بتاعنا. لو خدنا منه اول اربعة بس من صفر لحد البت الرابع، من صفر لحد البت الرابع يعني كده، من صفر لثلاثة. لو خدت من صفر لثلاثة من ناحية اليمين، علشان ايه ما تفكرش ان احنا ماشيين من ناحية الشمال، الجزء عدد البتات اللي احنا واخدينها دي هي بالظبط كأننا بنقول الباينري نفسه، تمام؟ مد، اما اخذ على الخط علشان بس بكتب بالماوس، 2 اس 4، هو هي نفس القيمة بالظبط. لو خدت اول، لو خدت اول كي بيتس سيم as taking first least significant qubits تمام from the right يعني من اليمين from the right. هناخد اول qubits كأن انا بالظبط انما المدة 2 اس كي. دي كده اول معلومة، وممكن تكون حاجة مفيدة ليه، علشان كان في مسألة عدت عليا انا عايزها مدة 2 اس 32. طب حد لاحظ حاجة في مدة 2 اس 32؟ مين لاحظ ايه؟ اتعدت عليا. ممكن نوصله؟ هنلاحظ ان فعلا في الاربع بت، اربع بت انتجر، اربع ايه؟ اربع بايت، اربع بايت انتجر، اللي هو الانت العادي، الانت العادي لو انت هتقول انت كذا، تمام؟ هو اصلا 32 بت. واول ما يحصل اوفر فلو هو هيعمل مود لوحده، بس خلي بالك خليه انسايند، خليه يو انت، يو انت 32، خليه انسايند انتجر 32. اي اوفر فلو هو هيعمل مود لوحده، احنا مش عايزين الجزء اللي في الشمال ده كده كده هيطير، انا هممني اول 32 بت، وده كده كده اصلا الانتجر بتاعي هو 32 بت، وهيفضل محتفظ باول 32 بت اللي هو المود 32 او مود 2 اس 32. فانا من غير ما اشغل نفسي بحوارات المودولوس واقعد اعمل ايه مود بي تايمز مش عارف بي، واروح حاطط كده قصدي المود هنا مثلا الام، مود الام تاني، واحط دول في اقواس، ونقعد نعمل عمليات حسابيه غريبه، والكلام ده كله ملوش لازمه. الكلام ده كله فعلا ملوش لازمه، لان انت ريحت نفسك من المود لانه طلب منك اتنين مود 2 اس 32، تمام؟ فده برضه تركيه حلو. ازاي ممكن استخدم الانتجر كانه بير؟ يعني انا احيانا كنت بفكر وبظن وبعتقد ان استخدام البير انت وانت مكلف شويه، يعني حاجه زي كده درس تراكتشر وتحطها ومش عارف تبعتها وتعمل ماب وفي بير مثلا وبوليون او انتجر وتعمل ماب زي كده والماب ده، لا طب ما الموضوع كده مكلف وهيحصل سورتنج وبت. طب ما اقول لك، طب ما استعمل لونج ال ال لونج لونج هنا، واخد اول 32، احنا عارفين هو 64 صح، اخد اول 32 كانه رقم و 32 تاني كانه رقم تاني، هيفيدني ايه في الكلام ده؟ ممكن نسرع شويه، لكن عن طريق التجربه ده كان كلام نظري بس، لما جربت لقيت لا الموضوع كله فرق بسيط، مش هو اللي هيخليك تجيب تايم ليميت، مش هو اللي هيخليك تجيب تايم ليميت. فممكن نعمل حاجه زي كده ازاي؟ لو احنا فتحنا دي، خلينا الريب ديت عشان تعمل ريبريزنتيشن فور ذا فاليو ايه in base in the given base، تمام؟ عشان تعمل البرزنتيشن لايه في الجيفن بيز. حلو، نسيبه عشان هنحتاجه. نيجي بس هنا للونج لونج بتاعنا، سودو، ممكن نعمل سودو تقريبا كده، تقريبا كده سودو بير وهمي بيساوي، وليكن هقول ان هو، بس احنا عايزين نعمل 32، ممكن نعمل كده ازاي؟ ممكن نعمله بهكسا ديسمال، هكسا ديسمال لان كل حرف باربع بيتس، فانا عايز 4 في 8، عايز 8. ممكن ناخد كمان 4 افس والباقي 4 و4 بالظبط، 1 2
كده 3 4 5 6 7 8 8 صفار 8 وحيد. ممكن نزود هنا واحد بس عشان ايه نبين ان احنا عملنا حاجه. لو انا عايز اعمل ريبريزنتيشن للجزء الاولاني ده لوحده افصله والجزء التاني ده لوحده افصله، بس على ما اظن لازم نقول ال ال مثلا كده نوج نوج. هل هو يشتكي؟ وفي هنا شكوى كده تمام، ما عادش بيشتكي. ده انا عايز اعمل سي اوت للسودو. تعالوا ما نشوف الاول ترجمته عشان اشوف ان كاتب صح ولا لا. سودو لا اي يو دي او اي تمام. بير هو بيشتكي ليه؟ طيب ماشي كده مظبوط. نحاول نشغل. ما حطناش سيمي كولن للاسف. نحاول نشغل. حلو. لا مش حلو. هو ليه عمل كده؟ المفروض ده لونج لونج، ده لونج لونج. هو خده كأنه خد الكلام ده كأنه انتجر، عشان كده طير الجزء اللي في الأول. لا هو كده مظبوط، كده مظبوط تمام. لو عملنا unsigned الانسايند ده كده ايه هيرجع تاني لوعيه، هيرجع تاني لوعيه مظبوط. الرقم بقى ضخم دلوقتي فعلا، ده كده unsigned long long. ومش مضطرين ان احنا نحط ال ال في الاخر، لو حطيناه مش مشكله. ال ال تشير ان لينج لونج تمام كده، مفيش فرق خالص. عايزين بقى نفصل الجزء اللي في الاول. طب ممكن نعمل ريبريزنتيشن الموضوع ده. طب انا اعمل ريب بس فوق كده، هقول له ان هو في حاجه حلوه ممكن اوريها لكم دلوقتي برضو، حاجه اسمها تمبليت، ونعمل حاجه اسمها تايب نيم تي. تايب نيم تي، فايدة الكلام ده ان انا ممكن اخلي ايدي من اي نوع، وممكن دلوقتي انادي اي نوع فوق هو هياخده و هينشئ هو اثناء الكومبايليشن فانكشن ثانيه، ويعمل اوفرلودنج فانكشن ثانيه بالتايب اللي محتاجه. دلوقتي احنا لما نديها بالانسايند لونج لونج هينشئ فانكشن بالانسايند لونج لونج اثناء الكومبايليشن، واحنا مش هنضطر نعمل كده. ولو نديناه بانت هينشئ واحده بانت، ولو نديناه واحده بدبل هينشئ واحده بدبل. فده كده بالنسبه لنا هيكون افضل حاجه. البيس بتاعنا هيكون 2. قلنا انا عايز بيس 2، دلوقتي اشغل عادي. فنلاحظ انه 64 بت فيلر، في الموضوع. في الموضوع. قال لك ما عملناش سيف زي كل مرة. ماشي كده تمام. حلو. المفروض دول 64. 64 مظبوط. اول طبعا الفانكشن اللي اسمها ريب ديت بتزود صفر، اللي ما ريبتش بتاعها بتزود صفر. هنحاول نعملها من غير ما نزود صفر. ايه التعديل ممكن نعمله؟ ان لو ايه بتساوي صفر في البداية. انها لو في البداية التبس بتاعنا ماشي. تبس انت تبس لو صفر وزود هنا التبس بلس واحد كل ما ينزل هيزود، ولو ايه بصفر والتبس بصفر في الحالة دي بس هو اللي يطبع صفر. لا هو كده تمام، كده هيشيل الصفر بتاعنا. لكن ايه ده؟ خلص اف تمام. هو كده اللي حصل ان هو هيحصل دلوقتي انه عمل انفينيت لوب. المفروض دلوقتي إلس اف ايه بتساوي صفر ريتيرن بس وكده تمام. كده شال الصفر في البدايه. ده ريكيرجن على فكره، والله لاحظت ان انا بحاول ان انا اطبع الاجزاء اللي في الاول للاول، بعدين اعمل المود. بطبع في الاول بعدين اعمل المود. ولو انا في بطبع صفر بس هيطبع صفر. يعني لو انا بطبع صفر بس هيطبع صفر ايا كان نوع الانتجر بتاعنا. صفر حتى لو لونج لونج هيطبع صفر بس من غير اي اضافات. وده فعلا اللي احنا قلناه له.
نعم نعمل يعمل كده، هو زود صفر هنا في النهاية لو لغينا، لو لغينا الجزء في الأول. تمام، حط صفر بس، وده فعلا اللي بيحصل. لو احنا عايزين نطبع 64 بت على حسب النوع، احنا هنا نقول له، هنقول له عدد البيتس، نمبر اوف بيتس. واظن في حاجه في السي بلس بلس ممكن تجيب لك النمبر اوف بيتس للداتا تايب اللي اسمه تي من غير ما انت تقول له بشكل مباشر، هو هيحسبها من نفسه اثناء الكومبليشن برضه. بس مش هندور على حاجه زي كده دلوقتي. خلينا ان دلوقتي عايز افصل الجزئين دول لتو انتجرز. افصلهم ازاي؟ هنقول انت فيرست وسكند زي ما بيحصل بالظبط في البير، السكند الفيرست بكذا والسكند بكذا. خلينا ننزل بدي ونقول ان هي الفيرست بكذا والسكند بكذا. الفيرست مين؟ الفيرست انا عايز الجزء على الشمال ده هو الفيرست، والجزء على اليمين ده هو السكند. تمام. السكند دلوقتي هو ايه بالظبط؟ الجزء في الاول ده هو 64، هو 3 32 بت، 32 بت صح. فانا لو حطيته في ان سايند انت، لو انا حطيته في unsigned int مباشرة هو هياخده مباشرة من غير اي من غير ما نقول له اي حاجة خالص. فنقول له ان هو بيساوي السودو بير بتاعنا على طول، بس كده، بس من غير ما نعمل اي حاجة، لان هو لا اصلا انتجر، وده 32 هياخد اول 32 بس والباقي اوفر فلو من غير ما تتعب نفسك. بس انا عايز الجزء اللي في الاخر ده هو اللي يكون معانا في الفيرست. هعمل ايه؟ هاخد السودو بير وشفته 32 بس، اطير منه اول 32 بس كده، انتهى الموضوع. فانا كده استعملته كانه بيت. هل انا عايز اعمل ريبريزنتيشن للسودو بير وللفيرست وللسكند بس؟ السودو في الاول، سودو بير في الاخر. انا عايز اعمل سي اوت اندل، سي اوت اندل، سي اوت اندل. ودينا تمام ولا بشرح سريع؟ ما عملش ليه؟ ممكن ما سيفتش. تمام كده، ما كنت سيفت برضه. طيب ادي كله، ادي الفيرست وادي السكند. طبعا الاصفار اللي في الاخر ده ما بتضافش. تمام، ده اللي احنا خليناه يحصل، ان هو ما بيضافش الاصفار اللي في الاخر. حلو حلو، ده كده احنا فصلنا. طيب لو احنا خلينا الجزء ده كله، ده كله كده واحد، ممكن نخليه كله واحد صح؟ بس ممكن نخليه واحدين صفرين. نخليه واحدين صفرين ازاي؟ من خلال الثلاثه. الثلاثه عباره عن واحدين صفرين، هتتفك لواحدين صفرين. احنا عارفين ان كل واحد من دول هيتفك ليه، كل واحد من دول هيتفك لاربع بتات، والاربع بتات بتاع الثلاثه اللي هو واحدين صفرين. فنلاحظ واحدين صفرين واحدين صفرين، بس اخر صفرين مش هتطبعه، فهتلاقي ده اقل سنه. بس لو خدت من اليمين واحدين صفرين واحد لحد الاخر واحدين صفرين، بس صفرين على الشمال ما تطبعوش. ممكن نخليه صفرين واحدين، نخليه صفرين واحدين 12 12. احنا قلنا ال10 هي الاي، بي هي 11 والسي هي 12. ممكن نخليه كلهم سي، هتلاقي لان الدنيا كده بقت تمام. بس واحدين صفرين من الناحيه دي كده، واحدين صفرين واحدين صفرين بس كده. ده كده المطلوب اثباته، ده كده المطلوب اثباته، ان احنا ممكن نستعمل عشان نفصل تو بيرز. خلي بالكم انا عامل هنا مستعمل الهكساديسيمال، كل حرف من الحروف دي تتفك لاربع بتات، فعشان كده انا عملت عدد اقل، يعني بدل ما اكتب الحجم ده كله عندي هنا كانه باينري ريبرزنتيشن يعني. وعملت تشفيته بس، والسكند بتجيبه مباشره، وعملت تشفيته 32 بت، مفيش اسهل من كده. هل اللونج لونج اسرع من البير؟ ممكن، بس مش الفرق الضخم اللي مطلوب. هو الفكره كلها في طريقه تنفيذ الكود بتاعك نفسه، الفكره نفسها، مش في استعمالك البير او اللونج لونج. لو فكرتك سريعه فهو هيعدي، لانه كده كده في المساله بيضيف لك، ممكن يضيف لك نص ثانيه زياده او ثانيه زياده. هو الكود بتاعك لو مش افيشنت، لو هو زود لك 10 ثواني انت كده كده تايم ليمت اكسيدد. لان مثلا سكوير اوف ان سكوير، لو 10 اس 5 سكوير بقت 10 اس 10، مهما كان مديلك وقت زياده، ولكن مثلا ادالك دقيقه زياده برضه مش هتعدي، هيبقى تايم ليمت اكسيدد. تمام، فانت الكود بتاعك لو افيشنت هيعدي. وحته البير مش هي الفرق معاك. ده كده بالنسبه لاستخدام استخدامه كبير. فاضل شويه حاجات حلوه.
خلينا نشوف اول حاجه اللي هي ان نكست. هو شكلنا كده هنخلص بدري النهارده، انا حاسس ان احنا عملنا انجاز واحنا لسه في البدايه، يعني ما عندناش ساعه لسه. نكست باور اوف 2، ايه هو النكست باور اوف 2؟ بمعنى لو انا قلت ان انا معايا 13، حد ممكن يمالين كده البت بتاعت ال 13؟ ممكن هو فاكر ال 12 اللي هي عباره عن تشفيته صفرين اللي هو ضربه في اربعه، يعني هتبقى 1 0 1 1 1 0 1 1 مظبوط، اللي هو 12 اللي هي عباره عن 3 وتشفيته في 2، تشفيته 2 زائد 1، يعني اللي هو احنا بنتفزلك شويه، لكن لو انت مفتكر افتكرت ال 12 ممكن توصل ال 13 بسرعه انك تزود واحد هنا بس، ولو انت مفتكر ال 12 ممكن تزود 2 عشان توصل توصل على طول ال 14 على طول، وال 15 تقدر توصلها بسرعه، يعني فكره بس انك ايه تعتمد على ذاكرتك لما مر عليك مسبقا. ما علينا، ده كده ال 13 حلو. هو مطلوب دلوقتي ان نوصل للنكست باور اوف 2 اللي هو 2 اس 4. الرقم ده موجود ما بين مين ومين؟ موجود ما بين 2 اس 3 وما بين الرقم بتاعنا ما بين الاثنين دول. تمام؟ تمام؟ فمن 2 اس 3 لحد 2 اس 4، الرقم بتاعنا موجود هنا في المنطقة دي. فأنا عايز أجيب النكست باور، الرقم بتاعي اللي هنا أجيب النكست باور في 2 اللي هو 2 اس 4. إزاي أعرف إن هو 2 اس 4؟ يعني مثلا لو كان 1 0 1 اللي هو 9 نكست باور برضه هو كده، ولو كان 10 فنكست باور هو كده. هنلاحظ 11 نخليها ماشيين معاه، 12 13 12 فين؟ تمام 12 كده 13 14 المفروض 12 13 مظبوط 14 كده وادي ال 15. هنلاحظ اول ما نوصل ال 16 اللي هو نكست باور هنلاحظ حاجه رائعه. ايه هي؟ حد لاحظ حاجه؟ انا برسم بشخبط اهو. هنلاحظ حاجه رائعه اللي هو ايه هو؟ طب مثلا الثمانية كانت كده، ايه اللي حصل برضو؟ زودنا الموست سيجنيفيكانت اتحرك والباقي صفر. الموست سيجنيفيكانت ده بيسموه الام اس بي، الموست سيجنيفيكانت بت اتحرك سنه والباقي ده اتصفر، ده 16 ده نكست باور. فلو معايا رقم عشوائي كده مش معلوم له ملامح، يعني اهي نحط واحد هنا كمان، النكست باور هو واحد والباقي دولت هيتصفر، ده نكست باور اوف 2. ده عايز النكست باور اوف ده، فانا هصفر الباقي برضه، هشوف مين اكبر واحد موجود فين وازوده والغي الباقي ده صفر. هعمل كده ازاي؟ ممكن يعني نحاول اننا نعمل شويه تريكات بسيطه، ممكن نسيب الجزء ده كده. لو انا عايز اتكلم عن وليكن using long as pair، قول هنا void علشان الكود يكون موجود معاكم، يعني long as pair، وراح احط الكلام ده كده بس انا ما عدتش محتاج الكلام ده. فهاجي هنا برضو واقول ان انا عايز النكست باور اوف 2. تمام، واعمل هنا void next power 2. اعمل كده ازاي؟ نتاكد ان الريكوردنج شغال. تمام، next power 2 عشان نعمله، انا معايا الرقم دلوقتي بتاعي وليكن الاكس بتاعتنا وليكن بي، احنا قلنا ب 13، مفترض ان الاوتبوت بتاعنا اكسبكتد، لو انا عايز next power المفروض تكون 16. هل هو هيطبع 16 ولا هيكون منظرنا وحش دلوقتي؟ نشوف. ايه هو النكست باور؟ احنا قلنا عايزين الموست سيجنيفيكانت فين، ونشوف نشفت الام اس بي بلس 1، الموست سيجنيفيكانت بت بلس 1. تمام، ده كده يعني بص
نشوف الموت سيجنيفيكت متشفت كام. ده كان متشفت 3، هشفت بلس 1 بس، ده كده كل عمله. فالموست سيجنيفيكت لو كان متشفت في الحاله دي متشفت 3 و3 و1 اللي هما متشفت 7، انا هشفت 8. فدلوقتي 4 و4 هشفت 8 بس. فكره التشفيته دي، او ممكن كحل بديل اقول باور 2 اس ام اس بي. هي بالظبط كده ام اس بي بلس 1. حلو حلو الكلام. طيب نجيب الام اس بي ازاي؟ هقول على حاجه حلوه. احنا عارفين ان ده انتجر صح، فانا همشي من عند البت اللي هو 32. البت 32 ده متشفت 31 مره، فانا الشفت بتاعنا متشفت 31 مره. حلو، لحد البت الاولاني متشفت صفر. الاي اكبر من او يساوي الصفر، او الشفت اكبر من او يساوي الصفر، والشيفت ماينس ماينس. نلاحظ ان هو ماينس ماينس عشان ما نلبسش. ونقول انت ام اس بي يساوي صفر. حلو، ممكن توفيرا مثلا نقول تشار. ليه؟ لان التشفيته بتاعتنا من عمرها ما تتجاوز ال 32. التشار ده عباره عن بايت واحد، 1 بايت، فده اوفر يعني. ممكن نقول شورت، بس خلينا في تشار مش هتفرق. ده يعتبر انتجر من 1 بايت على اساس ان احنا بنوفره كده يعني. بسم الله. تمام، فنيجي هنا ونقول ان الـ لو البت الفلاني ده موجود يبقى هو ده الام اس بي. وننهي على كده الام اس بي بتاعتنا هتساوي، والله كان ممكن نوفر اكتر من كده يعني. نقول دلوقتي الشيفت بتاعنا الام اس بي بتاعتنا ب 31، الام اس بي اكبر والام اس بي ماينس ماينس. ونقول في الحاله دي بريك لو لقينا ان فعلا الام اس بي موجود عنده واحد. حلو، لو وصلنا للاخر ومفيش يعني، لو وصلنا لو الام اس بي بتساوي صفر، لو الام اس بي قصدي بماينس واحد دلوقتي، مفترض ان هي لو بماينس واحد. حلو، معناه ان اصلا الرقم كان كله صفار، ما كانش فيه ولا واحد موجود، ما وصلش لاي واحد من الوحدات. فالنكس باور للصفر، الصفر النكس باور بتاعه هو 1، فانا المفترض اطبع هنا واحد يعني. المفروض نراعي كده يعني، نطبع واحد. هل ده بيحصل؟ يعني انت من غير ما تعمل الكونديشن ده، سالب واحد زائد واحد بصفر، واحد متشفت صفر هو الواحد، او 2 اس صفر واحد. فانا مش لازم اهندل الحته دي. فكره حلوه، الموضوع بيمشي كده تدريجيا، بنعرف هل ممكن نهندل ولا لا. طب دلوقتي ازاي نعرف هل في بت موجود ولا لا؟ الرقم بتاعنا هو اكس، عايز اشوف هل عنده البت ده ولا لا، بس كده مش محتاجين حاجه تانية. لا يحصل ان الرقم بتاعنا العشوائي اللي هو ليكن كان كده، تمام. انا هبدا من ال 31، تشفيت 31 لحد ما اوصل هنا. اول ما اوصل هنا هيكون فينا واحد والباقي كله صفار، لان انا مشفت واحد بس. حلو، لما اعمل اند، اول ما اعمل اند الجزء ده هيطلع معايا، فهيطلع معايا كده تمام. فطالما طلع واحد ما طلعش كلهم صفار، معناه ان كان في هنا واحد زيي مقابل ليا، وانا بادئ اصلا من على الشمال من عند الموست سيجنيفيكانت، فاكيد اكيد كان عندي واحد وهقف على كده، ما عملتش هكمل. بس نحاول بقى نشغل، المفروض نلاقي 16 اتطبعت، 16 اتطبعت. نكتب 21، نيكست باور في 21 ايه؟ يا شباب نيكست باور في طول ال 21. ماشي نشوف كده 32 مظبوط. حلو، تسلم. فحلو الكلام. طب مثلا طب مثلا لو انا مثلا بدخل 16 مثلا نيكس باور برضه هطلع 32. هنا في الحاله دي هنزود، لان دايما بنجيب الموست سيجنيفيكت ونزود واحد. لو انا كتب 16، لان ده فعلا هو فعلا شخصيا باور اوف 2، هو باور اوف 2. But the next is also النكست، انا مش عايزه هو، انا عايز النكست. بس ممكن نهندل الحته دي، نهندل الحته دي ازاي؟ لو الاكس تساوي لو الاكس تساوي الواحد متشفتها ام اس بي، واحد متشفتها ام اس بي بس كده، معناه ان هو باور، معناه ان هو شخصيا باور.
ممكن اقول هنا الاكس ازود الام اس بي بقى واحد. انا ممكن اعمل هنا تركيها حلو، ام اس بي ناقص ماينس ماينس، هنا كده كده هيتزود عليه واحد، فالماينس ماينس اللي هنا هتلغي الواحد وهترجعه زي ما كان كده. 16 تفضل 16، 16 تفضل 16، بس ال 17 هتبقى 32. مظبوط. في حل افضل من ان انا اجيب الام اس بي، الام اس بي ان انا اجيبها بالطريقه دي. نريح دماغنا. الام اس بي نجيبها ازاي؟ في حاجه اسمها بيلت ان فانكشنز، بيلت ان ام اس بي عشان تجيبه سي ال زد، وممكن تقول ال ال لونج لونج، بس سي ال زد بس عادي. ده بيعمل ايه؟ هو دلوقتي بيقولوا ان هي مش موجوده، بيلت ان، معلش، بيلت ان سي ال زد، حلو؟ موجود اهو، بياخد انسايند انتجر وبيحاول يجيب لك حاجه معينه. ايه هي؟ هحاول ان انا اقول لك ايه هي بس مش دلوقتي، لحظه واحده. نقول 32 ناقص او 31 ناقص عشان نجيب الام اس بي بتاعنا، بس كده هجيب لك 32 برضو، بس علشان هو دلوقتي تكون واثق فيها شويه. لو قلنا 7 نيكست باور از 8، فعلا 8. ايه الحركه الغريبه دي اللي وفرت علينا؟ نيجي بقى للايه، البيلت ان فانكشنز. عندك البيلت ان سي ال زد، معناها كاونت ليدنج زيروز، كاونت ليدنج زيروز. لو معايا الرقم من 32 بت وفي شويه اصفار وبعدين واحد وبعدين شويه اصفار واحد، مش مشكله، المهم لقيت واحد، حلو. فانا عايز عدد الاصفار اللي هنا، ده اللي بيحصل، كاونت ليدنج زيرو بيحسب عدد الاصفار اللي هنا. بس انا عايز موضع الواحد ده من ناحيه اليمين، انا عايز اشوف مش شفت كام، انا عايز احسب الجزء ده، مش عايز احسب الجزء ده، عايز احسب مين؟ عايز احسب ده اهو. تاني نركز تاني، عايز احسب الجزء، عدد الجزء ده، طول الجزء ده، مش عايز احسب، مش ده هو بيرجع لي ده. انا هعمل، انا عارف ده كلهم على بعض 32، كلهم على بعض كام؟ 32. منهم الجزء ده برضو متاخد، حلو. فدلوقتي الواحد زائد الجزء ده هيرجع وليكن السي ال زد، واحد زائد الواحد ده اهو، او خلينا ماشيين بالترتيب، السي ال زد زائد الواحد ده هو. ليه؟ لان طوله واحد، الجزء ده طوله واحد والجزء ده طوله سي ال زد. فاضل معايا الجزء اللي انا عايز احسبه اللي هو اكس، وليكن هنسميه وليكن وليكن ايه، واي، اي حاجه، لان استعملنا الفاريبل اسمه اكس، فانت ممكن ايه تربط الدنيا، لا سميته واي. الجزء ده اللي انا عايز ادور عليه دلوقتي، الام اس بي بتاعتنا يعني، دي كده الام اس بي بتاعتنا اللي احنا حاطينها في الكود اسمها ام اس بي. ده كله على بعضه بيساوي 32. فدلوقتي علشان احسب الواي هتساوي 31 ناقص 31 ناقص السي ال زد، برجع تاني كده، 31 ناقص السي ال زد، 31 ناقص السي ال زد، بس كده. ده بيكاونت الليدنج زيروز. طب انا عايز اعرف للتريلينج زيروز، مفيش تقريبا سي تي زد ولا في؟ تقريبا في، نشوف كده. موجود، سبحان الله. والله ما كنت متوقع، بس موجوده. ال ال معناه ان هو ياخد لونج لونج دلوقتي، لو لاحظنا هنلاقي ان هو بياخد ايه، لونج لونج دلوقتي، تمام. لو جينا برضو لدي هنلاقي ان هو بياخد لونج لونج، وده اضمن يعني، دايما نحط ال ال مش هتخسرنا يعني. نعرف كام صفر على اليمين، كام صفر على اليمين، هل ده مفيد؟ علشان نجيب ال least significant bit. ال سي ال زد ممكن تجيب منها ال ام اس بي most significant bit، بس ال LSP ممكن تيجي من ال CTZ او ال count trailing zeros، الليدنج والتريلنج وكده، حاول ايه ترى ما بينهم الفرق. بس كده لو ايه رنينا الكود تاني وحاولنا نكتب هنا وليكن مثلا 55 44، النكست تقريبا هو 64، فالمفروض نلاقي 64 وايه، تمام كده الكود شغال الحمد لله. على فكره احنا عملنا عصفورين بحجر واحد، اللي هو الام اس بي والال اس بي والكاونت والبلت ان فانكشنز والكلام ده كله. فاضل اننا نتوجل. في تركات افضل من كده، تعالوا ما نشوف تركات اسهل من البلت ان نفسها. يعني احنا كنا بنعمل فور لوب ونحسب بنفسنا، في اسهل من كده؟ في اسهل من كده. هنشوف دلوقتي ان احنا ممكن نجيب الموست سيجنفيكنت والال اس بي والال اس بي باسهل من كده. نعمل كده ازاي؟
تعالوا ما نشوف هنستفيد بتركيه اللي هو السالب. كيف نعبر عن النيجاتيف نمبرز؟ وليكن الواحد طريقه تمثيله في الباينري كده اصفار كتير، السالب واحد ده كده الواحد، تمام. السالب واحد هنمثله ازاي؟ قال لك اقلب اقلب ده او نزل ده واقلب اللي قدامه، نزل اول واحد يقابلك واقلب اللي قدامه اللي بعديه، فاللي بعديه هيتقلب كده. طبعا كنا عارفين ان الوحايد كلها كده على بعضها لما تكون كل وحايد معناه ان هو سالب واحد. حلو، هنستفيد من كده في ايه؟ لما لو عملنا اند دلوقتي، لو عملنا اند كده جبت ال اس بي مش واضح لانه الواحد مش واضح عليه. تعالوا ما نشوف كده، وليكن ال 12 تاني. حلو، 12 تاني لما نخليها سالب 12 ايه اللي هيحصل؟ اللي بيحصل في طريقه الريبرزنتيشن اللي بيسموها التوز كومبلمنت، ولو انتوا دارسين لوجيك ديزاين كنت هتكون عديت على ده، وممكن تشوفوا معلومات عن ده اكتر بعد السيشن. بس اللي بيحصل بالظبط هقول لكم باختصار، ان الاصفار اللي في الاول ده بتنزل، اول واحد يقابلك برضه نزله، فجزء ده هينزل زي ما هو، وبعد كده الجزء اللي على اليمين اللي بعد الاول واحد كله اقلبه انفرت، صفر واحد 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 وهكذا. اللي هيحصل اعمل اند كده، هيفضل معايا الواحد ده بس والباقي كله هيتصفر، لان ده اكيد متاكد ان ده كله صفار لانه اتقلب، ده مع الانفرت بتاعه اكيد هيصفر، الصفر قدامه واحد الواحد قدامه صفر، وهيفضل دايما كده. الجزء في الاول ده انا متاكد برضو انه كله صفار، فهيفضل كله صفار زي ما هو. اللي هيفضل ان اول واحد بس هو اللي نزل معايا اللي هو ال اس بي. ال اس بي هو ال اس بي هو الاند مع النيجاتيف. فنيجي هنا ونقول طب انا عايز ال اس بي لل، خلينا نريبريزنت ات ويز باينري 1 0. لو حطيت انا 1 0 1 انا متوقع ان ال اس بي مفيش 1 و2 معلش يعني طيب انا متوقع ان الجزء ده هو اللي يطلع لي 1 0. ايه ده، انا مسحت النكست باور. انا احاول ارجع تاني بحيث ان الفور لوب تكون موجوده، تمام. حلو، كنا بنعمل ايه؟ ال اس بي والام اس بي لسه. هنيجي هنا ونقول ال اس بي والام اس بي مع ان الباور اوف 2 مرتبطه بالام اس بي، بس خلينا نقول فويد ال اس بي ام اس بي. هنيجي هنا نقول ال اس بي ام اس بي. حلو. هنعمل كده ازاي؟ انت اكس بتساوي صفر بي صفر صفر. هنحط شويه اصفار ماشي، 1 0 1 0. صفر كمان بس. انا متوقع ان انا عايز اكاوت ال اس بي وعايز اكاوت ال ام اس بي. على فكره انا هنا ال ام اس بي اللي هنا بيتعور عن بوزيشن، يعني خلينا نقول بوزيشن برضه عشان تكون ايه، او خلينا نقول شيفت علشان ايه يكون اوضح. ام اس بي شيفت، تمام. هنا الام اس بي نفسه، البت نفسه مش الشيفت بتاعه، مش عدد البتات. طيب نقول الانت ال اس بي بتساوي، احنا قلنا الاكس مع النيجاتيف اكس. نحاول نجرب كده، المفروض الاقي انا بطبعه هو شخصيا، مفترض نلاقي 4 بس انا عايز اعمل ريبريزنتيشن عشان اكون واضح. ريبريزنتيشن ممكن نقول كمان عدد البتات اللي احنا محتاجين.
او عدد الخانات اللي احنا محتاجين انت عدد الخانات اللي احنا محتاجينها. خلينا نقول ماكس ريبس، ماكس ريبس بيساوي نيجاتيف 1 مثلا، او خليها صفر. تمام. لو الدبس خلينا نقول ماكس دبس زيرو، نجرف ون. لو الماكس دبس كده انا معدل على طريقة الريبزنتيشن بس عشان ايه هتفيدنا دلوقتي. لو الماكس دبس لا تساوي سالب واحد، بمناسبة البتات والبت وايز مانيبيليشن هقول لك على حاجة حلوة. احنا قلنا مين؟ احنا قلنا السالب واحد ده بكل وحيد، سالب واحد ده كله وحيد. ايه رايكم ما انفيرت السالب واحد؟ انفيرت السالب واحد اللي هيحصل هيبقى كله صفار. حلو. فعشان اعرف هل هو لا يساوي السالب واحد اعمل ايه؟ هعمل انفيرت الماكس تبس. المفروض لو هو سالب واحد هيصفر والجزء ده مش هيبقى ترو، هيبقى فولس. لو هو سالب واحد الجزء ده فولس. تعالوا اما نخليه نوت، فكده بقى ترو. كده كانك بتقول هل الماكس تيبس، كانك بتقول هل الماكس تيبس لا تساوي. احنا قلنا لو سالب واحد وصفرناه سالب واحد وانفيرت بقى كله صفار فبقى فولس. فولس مع ده، فكنا بنقول هل هو يساوي سالب واحد. كده كأنه بتقول هل هو يساوي سالب واحد. عايزين نقول هل هو لا يساوي سالب واحد، فانا هعمله كده انفيرت بس. كده بقول هل هو لا يساوي سالب واحد و بس. ده كده فكره الانفيرت اللي في الاول. تركيها حلوه يعني. بنقول و الدبس اذا اكبر من الماكس دبس ساعتها هريترن، ما كنتش هطبع حاجه. حلو. لو ال A بصفر، ثواني دلوقتي احنا عايزين اللي انا عايز اعمله ان انا عايز باي ديفولت ممكن اقول له ان هو يطبع عدد معين من البتات، فهيزود لك بتات، هيزود لك اصفار. تمام. ده الماكس ديبس بتاعنا. لو ده الماكس ديبس موجود هيفضل مكمل. لو الماكس ديبس مش موجود ووصل صفر هي اند. الماكس دبس مش موجود، احنا قلنا ازاي ان هو يساوي سالب واحد بالشكل ده كده. بس كده، ده كده المطلوب اثباته. ان شاء الله يعدي ويشتغل ان شاء الله يعني. فلو قلنا ان احنا عايزين نشغل تاني، عايزين نطبع او نريبريزنت ال اس بي البيز بتاعه باتنين في 10 بتس، المفروض كده يطبع في 10 بتس. ربنا يستر ما يحصلش مشكله. حصل مشكله فعلا، لان طالما ما طبعش كده ان هو هنج. بس الحمد لله انا مديله 5 ثواني ويفصل لو كمل. لان احنا على فكره هو حصل فيلور، لان احنا ما حطينالهوش الماكس ديبث في المنطقه دي كده. تمام. نحاول تاني. حلو كده اشتغل. دول 10 يعني تقريبا، مظبوط 10. و ده ال اس بي، هل هو ال اس بي هل هو رابع واحد، هل هو بعد التشفيتين اللي هو على يمين وصفرين؟ مظبوط، ده ال اس بي. عايزين بقى نجيب الام اس بي. نجيب الام اس بي ازاي؟ طبعا نشوف تركيه ايه ممكن نستفيده من فكره ان واحد صفر واحدين صفر مثلا، ان انا عايز اجيب ده بس على طول من غير بلت ان فانكشن، من غير ما اعرف مكانه. هل في حاجه ممكن تعمل كده؟ انا بفكر معاكم، انا مش مفتكر حاجه زي كده، بس ممكن نحاول مع بعض. انا كده معايا شويه سنيبتس وشويه كود هحاول اجيبه دلوقتي بحيث ان احنا ايه نناقش مع بعض. حط انا على اوبسيديان بس نفكر مع بعض كده عما البرنامج يفتح.
لسه ما وصلتش. طب رأيكم لو كان في واحد هنا صفر 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 وصفار لحد الآخر، ورحت طارح طارح ده، رحت طارح تمام. ف خلينا نطرح الجزء ده بس. لو الواحد ده لما اجي نطرحه من الصفر مفيش، فهنستلف، فده كده هيصفر، ده كده هيبقى واحد، ده هيبقى واحد، ده هيبقى واحد، بس كده. لو كان موجود معانا الواحد متشفت، وليكن متشفت الواحد متشفت 5 مرات، هنطرح منه. بس طبعا عايزين نحط الاقواس على حساب الـ علشان الـ آه علشان الايه البريسيدنس بريسيدنس بتاع الاوبريتورز. واحد متشفت 2 مرات بس، المفروض الاقي منطقه معينه كده مليانه وحيد تقريبا من عند البت الثاني، البت اللي هو متشفت 2 لحد البت اللي متشفت 7 او متشفت 6، ده كلهم هيكونوا وحيد المفروض. يعني فعلا البت اللي متشفت 7، هل ده متشفت 6؟ ده متشفت 6، لان السبع خلاص كده البت اللي متشفت 6 ناقص لحد البت اللي متشفت 2 دول كلهم وحيد. الكلام ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا لو عملت اند دلوقتي هيجيب لي الام اس بي. بس خلي بالكم ان هنا في واحد برضو، ما احنا ممكن نطرح، لما نيجي نطرح فهيصفر ده وهيملى الجزء ده وحيد. تمام، من الواضح ان هو مش هيعمل حاجة، لان لو عملنا الاكس اند مع اللي متشفت 7 ده هيجيب لك الاكس برضه. دي تقريبا اللي انا لاحظته، احنا بنحاول مع بعض بنهبط كده. لا ما عملش حاجة خالص. طب نحاول نعمل طرح بس نشوف الريبريزنتيشن بتاعه. المفروض البت اللي متشفت 2، انا عايز اعمل اند الاكس اند مع الطرح، لا مؤاخذة الاكس اند مع الطرح هتجيب لك الاكس برضو المفروض. هو في ايه هنا؟ هو كده تمام، الاكس عندي مع الطرح هي الاكس، كنا بنعمل ريبريزنتيشن للاكس. والله كلام رائع. تعالوا بقى اما نشوف، بس المفترض هنا اطبع اعمل سي اوت. احنا ممكن نعمل قصدي اندل ممكن نضيفه هنا. الاندل بتحصل امتى؟ سي اوت اندل هنا، ممكن اعمل هنا سي اوت اندل. طول ما انت وصلت مرحلة الريتيرن هنندل بس في اندل زيادة. اندل زيادة دي فين؟ في اندل زيادة اتحطت، في اندل زيادة اتحطت فوق. ما علينا خلينا دلوقتي نركز، هل فعلا في اندل زيادة اتحطت؟ مش مشكلة، ربنا نفكر، اصل ده اللي بقت معقدة بتاعت البرزنتيشن. بس نفكر مع بعض تاني، نلاقي ان الاكس والاكس اند مع الطرح جابت لك الاي اس بي برضو. كأننا بنعمل البرزنتيشن للاي اس بي و2 و10. انا اجيب بقى شوية الاكواد اللي ممكن نلاقي فيها فك اللغز ده هنا. مظبوط، راح فين؟ ماشي 6 حلو. فين؟ تقريبا ده، ثواني بس، ده كده كود هنجيبه ونفهمه مع بعض. حلو نيجي هنا ونقول بت وايز دوت سي دي بي. احنا عايزين نجيب الام اس بي، ممكن ما يكونش موجود اصلا، بس خلينا نجيب التيرن اوف ليست بت ليست بت لاست. ده كده الليست بت بالفعل.
فليب بت، سيت بت، الليست بت، ما فيش الموست سيجنيفيكت بت تقريبا مش موجود، تقريبا مش موجود. تمام، ادي حكايه المود باور اوف 2. تمام، خلينا بقى نشوف هل هو باور اوف 2 ولا لا. حلوه التركه دي من غير ما نشوف الكود. تعالى ما نفكر في بعض، نفكر مع بعض كده. لو انا معايا باور اوف 2، ازاي اعرف ان هو باور اوف 2 من غير ما اعمل اي حاجه؟ لو طرحت واحد، انا ملاحظ ان ده هيكون وحيد. انا ما لاحظتش الكود على فكره، انا لمحت الكود كده بس ما خدتش بالي هو بيعمل ايه. هلاحظ ان الجزء ده كله وحيد. تمام، هل ده ممكن يفيدنا؟ الباور اوف 2 هو الوحيد اللي ممكن يعمل كده. الكلام ده ممكن يفيدنا بالفعل. لا، لو صح، اعمل اند كده، اند هيصفر، اعمل اند هيصفر. طب نفترض ان هو ما كانش باور اوف 2 بالشكل ده كده. اطرح منه واحد اللي هينتج ان الجزء ده هيكون وحيد وجزء هيصفر، بس الجزء هيبقى واحد. لما تيجي تعمل اند دايما هيكون في واحد لسه موجود ما اتطرحش، ان دايما اول واحد ده بس هو اللي هيتكنسل والباقي ده مش هيتكنسل، هيفضل زي ما هو. فعمليه الاند هتفضل موجوده فيها. فعلى ما اظن بالظبط. بس لاحظوا ان الطرح الهاير بريسيدنس، بمعنى انه هيحصل الاول. يعني انا وضع اقواس هنا وعدم وضع الاقواس هو زي بعض بالظبط، كانك يعني وضعت اقواس او لا، عادي براحتك، لان الطرح هيتنفذ الاول. اعمل اند فهيجيب لك هل هو باور اوف 2 ولا لا. فكره رائعه. والى اخره من بقيه الفانكشنز اللي هنا، التيرن اون لاست بت، التيرن اوف لاست بت، و بتعتمد على انك ترسم وتشوف هل ممكن تنفذ الموضوع ولا لا. وقت ما تغلب ومش فاكر الكلام ده، وهبعته لك برضه، هبعت لك الاكواد دي، ومش فاكر الحاجات دي، اللي هيحصل انك هتعمل فور لوب عادي، وتجيب الام اس بي والال اس بي وتكاونت علشان تكاونت عدد البت اللي موجوده في عندك. فويد كاونت بتس وانز، تمام، عشان تكاونت انت وانز كاونت ايكوال حاجه اسمها بيلت ان بوب سي ان تي او كاونت بوب كاونت، وموجود عندك ال ال برضه لونج لونج ومن غير لونج لونج. نحط الاكس بتاعتنا ب بي 0 1 0 1 0 معانا واحدين. انا متوقع ان هو يقول لي الكاونت بتاعنا بواحدين. لو انت مش فاكر الفانكشن دي، اعمل فور لوب، يعني مش هنغلب برضه. هنلاقي ان ال ones كاونت هنلاحظ ان هي باتنين. وبس على كده ان شاء الله السيشن تكون خلصت. فاضل الجزء الوحيد هو داتا ستراكشر اسمها بيت ست. تمام، طبع اتنين. تعالوا ما نشوف البيت ست. داتا ستراكشر دي اس void بيت ست دي اس. احنا طولنا، خدنا ساعه ونص. ان شاء الله ما نزيدش عن كده. عندك حاجه اسمها بيت ست. اول ما تعمل بيت ست هتقول انا عايز بيت ست من 30 بت للعدد بتاعنا الباينري. الباينري بتاعنا اهو، حلو. الباينري بتاعنا وليكن هيساوي 12 تاني. دلوقتي اللي هيحصل ان معاك الباينري تاني، ممكن تقول الباينري ده علشان تطبعه تو سترينج بالشكل ده كده. المفروض انه يطبع لك الشكل الريبريزنتيشن بتاع ال 12. طبع الريبريزنتيشن بتاع ال 12 من 30 بت، وزود لك في البدايه هنا 30 بت. بدل ما تعمل ريبر اللي احنا عملناه في الريبريزنتيشن، هو عامل لك حاجه رائعه جدا بالتو سترينج ورايح دماغك. دي كده اول حاجه. تمام، هل هنا في ارجيومنت ممكن تتضاف؟ نشوف. مفيش، بس انت ممكن تكتب الفانكشن بتاعتك براحتك. ممكن تفصص كل اربع بيتس ما بينهم مسافات براحتك برضو، بس دي فانكشن ايه مريحك خالص، ودي ستراكشر مريحك. ممكن تقول دوت جيت البت اللي هي 0 1 2، انا عايز البت الثانيه. مفيش جيت ليه؟ جيت موجوده البوزيشن ست اللي موجوده، مش جت.
عشان تجيب جيت انت هتعمل كده اكسس على طول زي الاري. فالمفروض ان الثانيه دي قيمته بواحد، احنا الريبريزنتيشن بتاعه صفر واحدين صفرين، هو تحت الموجوده، بس الثانيه رقم اتنين المفروض يعني لو هو بيجيب من اليمين المفروض تكون المفروض تكون بواحد، بس هو غالبا وده فعلا بيحصل ان هو بيجيب لك من على الشمال مش من على اليمين، فلاحظ ان هو بصفر مش بواحد. بيجيب من على اليمين. حلو، طب نشوف اللي بعديه. ثلاثة وبعدين أربعة، المفروض واحد واحد صفر، عملنا السيف واحد واحد صفر مظبوط. بيجي من ال اس بي لل ام اس بي، من ال اس بي لحد ما يوصل عملها داون ازاي ما علينا، لحد ما يوصل تو، لحد ما يوصل لل ام اس بي. تمام، ممكن نفور لوب انت اي بصفر اي اقل من 30، ليه؟ لانك حاطط فوق 30 باينري. انت على فكره انا بعتمد، انا شخصيا بعتمد على حاجه زي كده الاوتو كومبليشن كاونت. كاونت هنا هيعدل لك انت حاطط فوق 30 خلاص اكتب 30، فور لوب لحد ال 30. دلوقتي احنا عايزين الكاونت عدد الوحيد، احنا فوق في حاجه اسمها بوب كاونت. تمام، احنا ممكن نيجي هنا ونقول بين دوت كاونت ونقول اندل. حلو حلو الكلام بالشكل ده كده هيعدي لك 2 والى اخره. ممكن تعمل باينري ده عشان تجت بالشكل ده كده علشان تست. احنا ممكن نست البت الثالث الرابع نخليه بواحد، المفروض كده بقت ثلاث وحايد صفر صفرين، ثلاث وحايد صفرين اللي هي 4 مضروبه في 7، 4 في 7 في 28. نشوف دلوقتي الباينري نفسه كقيمه تو unsigned long long، ممكن تقول كده to you you long ال long بالشكل ده كده. من الواضح ان هو يطلع لنا 28 مظبوط، وهنا بقى في واحد متحط. فالبيت سيت بتوفر لك ايه؟ تلاعب بالباينري ريبريزنتيشن بتاع الرقم، تحط البيت تست البيت الجيت تودي تجيب تحولها الانتجر مش عارف ايه. الموضوع ده فليكسبل جدا باستخدام البيت سيت، فانت ممكن تستعمل حاجه زي كده. كنت بستعملها احيانا جابت معايا تايم ليميت، فيفضل لو انت استعمل اري ما تستعملش اري اوف بيت ست. يعني ممكن تعمل بيتس ممكن تعمل انتجرز عاديه وقت ما تحتاج تجيب البيتس تلعب بالبيتس بتاعت اي ارقام، عرف متغير وخد الرقم وليكن هيساوي وليكن فيكتور ماي فيكتور. ما تعملش فيكتور بيت بيت ست، انت ممكن تعمل انتجر عادي وتقول الفيكتور بتاعي موجود فيه 1 و2 و3. تمام، وفي النهايه تقول الباينري بتاعي ده، خلينا فوق نقول الباينري بتاعنا ده هيساوي الماي فيك اي عدد بقى انت عايز توصل، بدل ما تخزنهم كبيت ست انت خزنهم كاعداد عاديين بالشكل ده كده. فالمفروض ان هو يتعامل مع الثلاثه دلوقتي بالفعل، او ما عملناش سيف المفروض هو يتعامل مع الثلاثه. هنلاقي صفر 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 اتنين بالظبط كده، صفر صفر وكان صفر ده بس احنا عملنا له ست، لما عملنا له ست بقى 19، بس الواحد في كان في البدايه واحدين اللي هو الثلاثه دول، الواحدين في البدايه هم الثلاثه بس كده. فانت ممكن تعملهم فيكتور في انتجر وقت ما تحتاج تاساين الرقم او العنصر بتاعك اللي في الفيكتور ده اللي هي احد البيت سيت او عرب بيت سيت واساين. يعني ده هيكون اوفر واسرع في الميموري، لان على فكره انك تعمل فيكتور في انتجر وتفر لوب عليهم وكده بيحصل كوبي كتير في او كوبي في الميموري، والموضوع جاب معايا انا تايم ليميت عن تجربه. فده كده نصيحه علشان برضو ما توقعوش في الموضوع ده. يعني لحد دلوقتي احنا وصلنا للنهايه الحمد لله، وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطا او لسان فمني. ولو في اي حاجه مش واضحه اسالوا عادي دلوقتي، واسالوا على الجروب في اي حاجه مش واضحه، في اي حاجه محتاجين نشرحها عديت عليها قبل كده تقول لنا، انا ممكن كنت نسيتها. طيب من الواضح انه حبيبي ان شاء الله لو في اي اسئله بقى ببعتها على الجروب، وانا سجلت وهبعت هبعت ان شاء الله التسجيل ده لل هحطه على اليوتيوب وابعت لكم الرابط يعني. السلام عليكم.